تستمر أنقرة في محاولة توسعها وسيطرتها أكثر فأكثر على موارد ليبيا، حيث قال موقع أفريكا إنتليجنس المقرب من عدة دوائر مخابرات غربية في تقرير له إن هجوم الاقتصاد التركي في ليبيا لا تظهر عليه أي علامات على التراجع في أعقاب دعم أنقرة السياسي والعسكري لحكومة فايز السراج. وكشف التقرير عن قرار صادر من الجمارك الليبية بطرابلس يقضي بالاستعانة بمصادر خارجية لإدارة مذكرات تتبع الشحنات البحرية بالتعاقد مع شركة SCK التركية، حيث سيمنحها إشرافا غير مسبوق على جميع السلع المستوردة إلى ليبيا عن طريق البحر. ووفقا لذات التقرير سيتعين على الشاحنين المرور بها ويقدمون لها ما وصفها الموقع بالأوراق الثمينة في إشارة لأوراق الشحن والبوليصات وغيرها من المعاملات ذات الصلة. ويقول التقرير أن الطريق البحري بين تركيا وليبيا ذا أهمية أساسية، وقد تأسست شركة SCK التركية عام 2001 بهدف إدارة واردات الشحن لأكثر من 20 دولة في أفريقيا، وأصبحت من أحد أدوات النفوذ التركي في القارة. أما مالك هذه الشركة ومديرها التنفيذي هو محمد كوكاباسا، وقد وصفه التقرير بأنه ناشط للغاية في الشحن وخاصة شحن النفط، وهو رجل أعمال تركي مقرب من عائلة رئيس تركيا رجب أردوغان. وأشار التقرير إلى أن قرار السراج هذا تسبب في غضب اتحاد غرف التجارة وغرف الشحن التجاري الليبية التي تشعر بالقلق من المنافسة التركية الجامحة. وختم الموقع تقريره مشيرا إلى أن هذه الشركة التركية التي تتجه للسيطرة على الواردات المتجهة إلى ليبيا تقوم بإعداد نظام تتبع الشحنات الخاص بها وتربح إيرادات من خلال شحن الشاحنين. محاولات تركيا للسيطرة اقتصاديا على ليبيا في ظل منح حكومة السراج كافة الصلاحيات لها يرى مراقبون أنها استنزاف ونهب لموارد الشعب الليبي.